تعليم اللغات السامية وتعليم اللغات القديمة يتم فيه تعليم اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية العامية، اللغة العربية المعاصرة، اللغة العبرية القديمة واللغة العبرية المعاصرة أيضا، واللغة اليونانية القديمة. وبالتالي بوليس هو معهد ذو طابع ورونق خاص، موقعه في لب القدس اللي هي بالنسبة لي عاصمة العالم أجمع. فبوليس هو بيت تاني لكل طالب بيجي لهون، كل الطلاب اللي بيتوافدوا عندهم نفس الرأي ووجهة النظر إنه بوليس يشكل عائلة جديدة لهم. إيجابيات لكل طالب بيجي وبيتوافد على القدس وخاصة لمعهد بوليس، إنه هون إحنا موجودين كطلاب ومعلمين وطاقم وإدارة من ثقافات وحضارات مختلفة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الديانات والثقافات والحضارات المختلفة. إحنا نتعايش هون ونتأقلم مع بعض كعائلة واحدة بدون ما نشعر بعض بأي اختلاف أو تباين. من ميزات التعليم في بوليس إنه يتم تعليم الطلاب بنفس اللغة للدرس ذاته، يعني في حصة العربي وفي درس العربي يتم التعليم باللغة العربية فقط بدون إدخال مفردات وتعابير من لغة تانية كاللغة الإنجليزية أو ترجمة بعض المصطلحات. هذا النوع من التعليم وهذا الأسلوب بنمي خاصية عند الطالب في عناد إيجابي للقدرة على الكلام، بالرغم من وجود بعض الأخطاء في كلامه، ولكن هو بحاول قدر المستطاع أنه يحكي بهذه اللغة بغض النظر عن وجود الأخطاء والإشكاليات في صياغة الجمل. فهذا من أهم ما يكون.